والله انا بحب الاستاذ بهيم فؤاد جدا، بس اكتر حاجه محمساني تمام قمر. يعني الشخصيه دي شخصيه موهوبه جدا وشخصيه جميله جدا وصديق شخصي ليا، وانا مبسوط جدا ان الصناع ركزوا بقى على الجيل ده، لان الجيل ده يعني مظلوم جامد قوي في حته الصناعه في السينما. انا شايف ان تمام كان جاهز من كذا سنه، بس الحمد لله ان الخطوه اوريدي ابتدت جت، ومش هيبقى اخر فيلم ليه ان شاء الله، هيبقى يعني في افلام تانية، وهيلعب بقى النهارده حاجه، والفيلم اللي جاي يلعب حاجه، ويخش في الاكشن، ويبتدي الصناع بقى ايه يلتفتوا لهذا الجيل. طبعا بقى لي 5 سنين بمثل ادوار ليها اهميه، وما عملتش لسه حاجه في السينما، بس نقول ان يمكن ان انا اتعلم شويه في الوقت ده افضل، عشان لما اخش بحاجه صح. المشاركه غيرت جدا في الكارير بتاعي، ان انا اشارك مع الاستاذ خالد يوسف في عمل كبير زي ده، واول عمل درامي تلفزيوني لي. وان شاء الله اللي جاي كله هيبقى فيه اختلاف بقى، هتلاقي في مساحه الادوار في البطولات ان شاء الله نخش في القصه دي. بص يعني احنا مش هنقدر نجيب كلهم، مش هنقدر نجيب المجاميع كلها اللي عددها ممكن يوصل ل 2000 بني ادم، كلهم شكلهم فرنساوي، وشايف ان دي حاجه عاديه جدا. والمسلسل زي ده بالمعارك اللي فيه ده كله اتصور واتحضر في 6 شهور، فربنا يكون في عون اي صانع هيفكر يعمل ده في الفتره الزمنيه دي. ان شاء الله في تفاوضات على فيلم اسمه الدولار، انتاج نتفليكس، وربنا يسهل ان شاء الله.